عايش نورمال، كيفي كيف الناس وكيفي كيف الناس وكيفي كيف الناس، ها قلبي جمال، هادشي يطلع في الراس وهادشي يطلع في الراس وهادشي يطلع في الراس، بغيت نعيش نورمال، كيفي كيف الناس وكيفي كيف الناس وكيفي كيف الناس، اه قلبي جمال، هادشي يطلع في الراس وهادشي يطلع في الراس وهادشي يطلع في الراس. الجديد ديالي هو أغنية كيفي كيف الناس، تاني إصدار من ألبوم برا المقارنة من بعد أغنية دار العام. أغنية نزلت على طريقة فيديو كليب مع المخرج موسارية، من كلمة وألحان خالد سلام وتوزيع بلال أفريكانو. كانت زوينة بزاف لأنه ستار أكاديمي هو البرنامج اللي عرف الناس عليا. كانت واحد الخطوة مهمة في الكارير ديالي بروفيسيونيل وأنا ممتنة لها. فرحت بزاف بالظهور ديالي في موازين، وفرحت اكثر بالتواجد ديالي في منصه النهضه لانه منصه شرقيه كبيره اللي فيها واحد الجمهور راقي بزاف اللي كيسمع لك. الحمد لله داز حفل ناجح بزاف مع واحد العدد المتفرجين اللي كان كبير، والاصداء كانت ايجابيه ديالو. وفرحت بزاف بداك لو بروفيسيوناليزم ديال لي تيكنيسيان ولي ديريكتور ديال المهرجان، اللي مهرجان مغربي عالمي. بالنسبة للكوفيد، هو وقف بزاف ديال المظاهرات، وقف بزاف ديال الفيستيفال إلى آخره، لكن إن شاء الله قريب غادي يكون، إن شاء الله الأمور غترجع لمجاريها. طبعا دار الأوبرا المصرية كان حلم من وأنا صغيرة، والحمد لله تحقق وكنت فرحانة بزاف. بالنسبه لاغنيه كيفي كيف الناس، انا تطرقت فيها في الموضوع ديالها انه يكون اجتماعي، لانه حسيت بانه في هذه الفتره احنا في امس الحاجه الاغاني الاجتماعيه اللي شويه كتدير الامل وكتدير لا موتيفاسيون في الناس. تحيه كبيره لجميع الناس اللي كيتابعونا عبر مغارب نيوز، كنتمنى تكونوا بالف خير ودائما تسنوا جديد على مغارب نيوز. بغيت نعيش نورمال، كيفي كيف الناس وكيفي كيف الناس وكيفي كيف الناس، ها قلبي جمال، هادشي يطلع في الراس وهادشي يطلع في الراس وهادشي يطلع في الراس، بغيت نعيش نورمال، كيفي كيف الناس وكيفي كيف الناس وكيفي كيف الناس، اه قلبي جمال، هادشي يطلع في الراس وهادشي يطلع في الراس وهادشي يطلع في الراس.